نروح بقى للزمالك. نروح للزمالك والمدير الفني لنادي الزمالك. يعني طبعا الزمالك جمهوره بقى الله يكون في عونهم كده بنقول عليه موسم للنسيان. حضرتك بتكلمني عن المدير الفني، الزمالك فيه ضبابيه. محدش عارف حاجه خالص في نادي الزمالك دلوقتي. يعني الحاجه الوحيده حتى اللجنه الفنيه اللي هي تقريبا بتدير النادي حاليا او بتدير امور الكوره فيها في انقسام. مجموعه بتفضل ان اوسوريو يكمل تجربته في باقي 6 مباريات في الدوري، يكملهم بالطول ولا بالعرض زي ما بيقولوا يعني، واملا ان الامور تتحسن والنتائج تتحسن. مجموعه ثانيه بتفضل لا، يعني يكفي هذا من التجربه، خصوصا هو بعد 6 مباريات. هو تقريبا جه الزمالك من شهرين صح؟ نعم، جه الزمالك من شهرين تقريبا. هو كده لعب 6 مباريات مع الزمالك. طبعا النتائج مش احسن. زمايلنا هيحط لنا دلوقتي الارقام بتاعه اوسوريو مع النادي الزمالك. بس 6 مباريات، هل انت شايف ان ده يعني فتره كافيه ان احنا نحكم على مدير فني؟ هو جاي طبعا بعتبر ان هو السي في بتاعه قوي. هو طبعا هو جاي في ظروف صعبه، لكن خلينا نتفق على اتفاق. الراجل مش قادر يفهم الفرقه لغايه دلوقتي. يعني عنده مشكله. ما احنا لسه في 6 مباريات. انا اقول لحضرتك هو مصر في 4 مباريات الارقام بتاعت اوسوريو 3 مباريات فوز وتعادلين وخسر. حضرتك لو تتذكر، نرجع بالذاكره، حتى ال3 مباريات فوز اللي هو حقق فيهم الفوز لم يكن الفوز المرضي. يعني من ضمنهم يعني الفوز على هو خسر ماتش واحد بس. بس يعني حتى الفوز كان الفوز على بروكسي في دور ال 32 بطوله كاس مصر جاء بشق الانفس، يعني زي ما بيقولوا يعني. فلا، ما مش هو ده الحاجه اللي بيسعد جمهور الزمالك. يعني ايه جمهور الزمالك بيبقى في دماغه مشروع. ده الراجل ده الراجل ده مش بيقدم حتى مشروع، هو مصر يطبق يغير من طريقه اللعب. شفنا يعني غير الراجل. ما هو الراجل برضه ليه فيجن يعني عايز يطبقها. ما هو احنا جايبين الراجل ده بالفيجن بتاعته. هي المرحله دلوقتي اللي هتتحمل هذه التجارب. الزمالك عنده هدف ان عنده على الاقل يحصل يخش المربع الذهبي، ان ما كانش يحصل على المركز الثاني لضمان المشاركه في دوري الابطال افريقيا الموسم القادم. ده من ضمن الطموحات. تعادل الفريق مع الداخليه وقبلها تعادل مع المقاولين بنفس الاخطاء بنفس اداره المباراه، هو المتقدم وقاعدين يخسر، دي ادت لفجوه ما بينه وما بين الجمهور. ودي اللي زي ما قلت لحضرتك ان في اعضاء من اللجنه الفنيه، يعني انا طبعا عارف اساميهم، بس هم طبعا عشان لعدم الاحراج يعني طبعا رفض يعني لا متحفظين. يعني هم شايفين خصوصا ان الزمالك عنده البطوله العربيه. مجرد ما ينتهي الدوري الزمالك هيتوجه للسعوديه لخوض منافسات البطوله العربيه، وعنده لغايه دلوقتي موجود معاه في المجموعه يعني النصر والشباب السعودي. ده حقيقي. وحضرتك ما متابع طبعا اكيد الدوري السعودي وشايف الاثنين يعني ثاني وثالث الدوري. ده دوري يعني قوي جدا. جدا جدا. طب خليني اسال استاذ احمد، موافق مع الطرح بتاع بعض من الموجودين في المجلس الذي يدير شؤون كرة القدم في نادي الزمالك، اللي هو فيه زي ما الأستاذ أحمد قال فيه تحفظ على استمرار أوسوريو مع نادي الزمالك؟ شايف ده كويس أو لصالح الفريق إنه يتم إحلال وتبديل في الوقت ده؟ في الوقت ده طبعا أنا مش مع الرأي ده. أنا كان مع الرأي الأولاني، أنا من بعد فريرا كان لازم أحط لي خطة. أنا أهدفي إيه؟ الهدف اللي أنا عايز مركز تاني عشان اخش دوري الابطال. طب انا اجيب مدير فني لسه هيشوف اللعيبه، مدير فني اجنبي جديد لسه هيشوف اللعيبه، يعرف الامكانيات اللي عندي ويعرف وبعدين يطبق افكاره، لان عنده فكره عايز يطبقه. اوسوريو جايب فكر معين عايز يطبقه بطريقه معينه مختلفه، امكانيات لعيبه ممكن ما تساعدوش بشكل كبير. ده واضح جدا حتى في تجربه اوسوريو زي تجربه سوارش كده مع الاهلي، جه في وقت الاهلي كان واقع فيه، الزمالك برده كان واقع المره دي. فالعمر ما لو عنده حتى فكر مش هيظهر مع في ظل الاداء الفني اللي كان طبعا على مش على قدر مش على قدر ان هو طبعا خسر الزمالك سوبر وفي الدوري خسر ماتشات كتير وفي طبعا الاهلي كسبه. فطبعا في اداء فني ضعيف جدا من الزمالك. فانا كان بدايه من لجنه في الزمالك او اداره الزمالك كانت تجيب مدير فني محلي يكمل الموسم، مدير فني محلي يعرف عارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه. انا كنت مع وجود اسامه نبيه يكمل المشوار، كان عارف اللعيبه وعارف وكان مع فيريرا وقت كبير جدا، فيقدر
يكمل بشكل كويس. وفي تجارب حتى سابقه لمدربين فنيين اجنبيين مشوا من الزمالك وكملوا بشكل مؤقت مدربين فنيين محليين ونجحوا زي خالد جلال وزي اكتر من حد. فانا جبت راجل بناء على هدف، انا جايبه هدف عشان اخد مركز تاني. هل اتفقت معاه انه ياخد مركز تاني ولا انا عندي مشروع؟ هل اتفقت على وجود المشروع ده مع المدرب ولا جبت مدرب عشان خاطر انا قلت انا بجيب مدرب مدير فني اجنبي وانا هعمل طموحات على قدر طموحات الجماهير؟ انا مش المنطق اللي انا احدد هدفي انا عايز ايه وبناء عليه اعمله، وفي نفس الوقت انا احدد ان المدير الفني ده هل يقدر يستوعب الدوري المصري في الوقت ده؟ انا ما اقدرش احكم على راجل من 6 ماتشات، ما ينفعش اقول الراجل ده نجح او فشل من 6 ماتشات، صعب جدا حكم على مدرب. حتى في كولر اول ما جه الناس قالت لا لسه في ماتش واثنين وثلاثه وعشر عشان تقدر تحكم عليه. ما ده اللي بقوله يعني. انما دلوقتي احكم على تجربه راجل 6 ماتشات وفي الاول وفي الاخر رقميا الماتشات مرضي، يعني رقميا مرضي، انما اداء طبعا في مشكله في الاداء، انما طب رقميا طبيعي. مرضي بشكل كبير. يمكن لسه ما تعرفش على اللعيبه لسه بدري قوي يتعرف على اللعيبه.